حبايبي واهلا وسهلا بيكم، يا رب يكون الجميع بالف صحه وخير. ده طبعا معانا اجمل فوانيس واحدث فوانيس لعام 2020، فوانيس رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. يا ربي حبايبي يا رب كده رمضان كل سنه ان شاء الله يعود علينا بالصحه والعافيه على الجميع يا رب ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب يزيح كده عن كل مهموم، وربنا يا رب يغفر لكل عمل، كل حد عمل ذنب ربنا يغفر له ان شاء الله باذن الله. واحنا اكيد كلنا ذنوب، نتمنى ان احنا داخلين على شهر كريم، شهر مفترج. اتمنى يا رب كده يكون الشهر دوت يعني نمحي فيه كل ذنوبنا وكل الذنوب اللي احنا عملناها في طول السنة. يعني الشهر دوت شهر مفترج، شهر رمضان الكريم هو شهر واحد بس طول السنة، في السنة كلها لازم ان احنا نغتنم الفرصة ونعمل على قد ما نقدر، نزيد في الطاعات والصلاة وقيام الليل، الحاجات دي كلها بتغفر الذنوب يا حبيبي. اللهم يا رب ثبتنا على الطاعة وقوينا يا رب كده، وعنا على طاعتك وعبادتك يا رب العالمين. دي طبعا فوانيس رمضان طلعة جديدة، في منها طبعا فوانيس موجودة في مصر، وفي منها برضو فوانيس مغربية شكلها حلو قوي. الفوانيس المغربية برضو عجبتني جدا، قلت نزلها لكم على عالم منوعات. أسيبكم بقى مع تشكيلة الفوانيس الحلوة دي يا حبيبي، شوفكم على خير يا رب، مع السلامة. Thank you.